السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ولا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد. بعد ما انتشر خبر الزواج ديال عبد الله ابو جاد اخلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، فعبد الله ابو جاد كيخرج على الصمت ديالو وكيرد بقوه، فخليكم معايا اخوتي باش تسمعوا شنو قال. عبد الله ابو جاد نزل ستوري على الحساب ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي قال فيه ما كنتش باغي نجاوب ولكن غادي نجاوب، جاب لي الله زادو فيه وعطاو للموضوع بعد غريب لدرجه الاقنعه طاحت. كاين فرق بين واحد ما كيردش وواحد كيصيفط اللي يردو بالكذب باش يبقى زعما وجهه زوين. الاصلاحات ديال الدار دارهم مول الدار اللي هو الاب ديالي الله يرحمه. داك الوقت كنت الوحيد اللي خدام وكنصرف على داري وواجبي قايم بيه، كنعطي النفقه وكنخلص الماء والضوء والويفي، ولادي هما عينيا. عاد اليوم دوزتو مع ولدي ومراتي، كان نهار غزال، عيش فرحان مع مرتي من حقي ومن حقها، وطلاقي ربي اللي عالم باسبابه، وكان طلاق اتفاقي، يعني وقعنا بجوج على حاجات اتفقنا عليهم. حنا ماشي القاضي، ما كاين ما يتزور، ما عمر الطلاق كيكون حاجه زوينه، وتموش ما كيهرب من دار العرس. وقعوا حاجات كبار وخايبين بزاف، كنتمنى ما نكونش مضطر نقولهم، بركه من الكذوب. واللي حكم بلا ما يعرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه، انا اليوم فرحان ومرتاح. فكان هذا هو الرد ديال عبد الله ابو جاد، فالله يسهل على كل واحد. كنتظر خوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.